هذا أيقونة الفخامة والقوة من شركة بي ام دبليو. أكيد نتكلم عن البي ام دبليو ام 8 اللي معنا اليوم موديل 2024. كل شيء في السيارة هذه جميل. نتكلم عن إنارات فل الإيدي أمامية مع عدد 6 حساسات أمامية. شبك السيارة الأمامي جاي باللون الأسود معطي السيارة فخامة وجمالية جدا كبيرة. لون السيارة جميل جدا، واللي زاد جماليته أنه مطفي. جنوط السيارة ما شاء الله تبارك الرحمن بمقاس 20 إنش على كفر 35-275، والكليبرات باللون الأزرق أو الكحلي. أول مرة أقول اسمها صح من أول مرة. عند الفتحات تهوية في الرفارف، بيانو بلاك في المراية، بيانو بلاك حول إطارات النوافذ. ولتخفيف الوزن عشان السيارة تعطيك أفضل أداء حطوا لك السقف كامل كاربون فايبر. طبعا يحط الكاربون فايبر عشان يقلل أو يخفف الوزن في السيارة وتعطيك أداء جدا جميل. سيارة مرعبة، تجي بأربع مخارج كزوزت خلفية، إنارات فل الإي دي خلفية. عندنا جناح صغير باللون الأسود لكن ضايف للسيارة جمالية جدا كبيرة ما شاء الله. داخلية السيارة الجبارة باللون الأبيض مع اللون الخارجي جاي جدا جميل. والجميل في السيارة أنها سيارة رياضية لكن مدلعينك من المواصفات ما نسوك، معطينك ستايل القزاز الخلفي وحركة كهربائية. شوفوا وما شاء الله الكنسول الوسطي عندنا هنا الكاربون فايبر، التكييف، التحكم بالتكييف مستقل الجهة يسار عن الجهة اليمين، التكاية فيها كوب هولدرز ومساحة تخزين. وشوفوا أدق التفاصيل، حتى الحزام مجملين لك ما شاء الله. والسقف كنتارا أو شموع ما شاء الله تبارك الرحمن، أداء رياضي ومواصفات جميلة، وش عاد تبي أكثر. وللعلم ترى أبواب السيارة شفت. بنعطيكم هذه لمحة بس عن الداخلية، كرسي ساق والراكب حركة كهربائية مع ذكرتين لحفظيات المقاعد وفيها تكايات للركب. خلونا نسمعكم الطرب.